أنا اسمي تامر الخواجة، كنت مقيم في دبي 14 سنة تقريبا. في مجال البنوك كنت أشتغل. إحنا كماركتينج سوليوشن بنشتغل في طريقة إدارة التسويق بشكل عام للمنظمة أو للأورجنايزيشن كاملة، من ماركتينج استراتيجي بنحطها للأورجنايز، وبنقوم في تخفيف هذا المجال أو هذا الديبارتمنت على الشركة بشكل عام اللي إحنا بنشتغل معها، من وضع استراتيجية كاملة متكاملة في الماركتينج. أنا اسمي مياسة فراس. اليوم بدي أحكي لكم عن شركتنا، شركة مياسة ماركتينج ايجنسي. إحنا كشركة مختصة بتقديم الحلول التسويقية للعملاء من A to Z عشان نقدر بالآخر نحقق أهدافهم ونوصل للي هم بدهم إياه. طبعاً اللي بيميزنا عن غيرنا إنه إحنا بنشتغل بأفكار out of the box. كل هذا طبعا بمجهود التيم اللي عنا، التيم المجتهد، التيم اللي كرييتيف. انه من الاشياء اللي بتميزنا انه احنا اي منشاه بنشتغل لها بنعتبرها جزء منا، او بالاحرى بنعتبرها احنا. فهذا الاشي بيساعدنا على انه ننجح مع هاي المنشاه ونطور منها، وهذا الاشي كمان اللي ميزنا بفتره قصيره كثير من الوقت. وكمان حابة أشكر كتير كل اللي وقفوا معنا ودعمونا وساعدونا لحد ما وصلنا لهاي المرحلة، ويعطيكم العافية. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد تامر الخواجة. بداية سعد مساءك. أهلا وسهلا فيك ويسعد مساءكم كلك. زو في البداية أستاذ تامر، حضرتك صاحب شركة مياسة للحلول التسويقية وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. شكرا. أنا اسمي تامر الخواجة، كنت مقيم في دبي 14 سنة تقريبا. في مجال البنوك كنت أشتغل. تخرجت من جامعة البلقاء التطبيقية إدارة أعمال. حبيت أترك البلد هناك لسبب خاص كان في عائلتي، وحبيت أستقر مع عائلتي وأستقر في المكان اللي أنا أنشأت فيه. أخذت الخبرة الكافية من البلد اللي أنا كنت فيها، واشتغلت بطريقة كانت شوي مختلفة عن الطريقة اللي موجودة فيها في أي مكان، من ناحية الأعمال ومن ناحية التسويق، بحيث أنه كان فيها عدة جنسيات. وحبيت أني أستقر في بلدي وأعمل شيء في بلدي أنه يفيدني ويفيد المجتمع اللي أنا فيه. بتوفيق، بس تحكي لي أكثر، أنت ليش بالتحديد اتجهت لهذا القطاع؟ هذا القطاع فادني بصراحة وخلاني أفكر فيه أكثر، في مجال التكنولوجيا والمجال التسويقي، بسبب الأزمة اللي صارت اللي هي أزمة كورونا. لقيت إنه كل الأوضاع اللي موجودة في العالم كله اتجه لمجال التكنولوجيا والمجال التسويقي عن طريق التكنولوجيا وطريق الأونلاين. حبيت أخذ هاي الفكرة وأفوت فيها لعدة أسباب. أخفف على الإند يوزر قد ما بقدر طريقة التعامل مع الأونلاين في طريقة شوي مختلفة كسوليوشن وحلول تسويقية موجودة عنا في عدة طرق وعدة وسائل.
فكانت الشركة هاي بدايتها بداية مثابرة وبداية نجاح وطموح، وحبيت أوصل لهاي المرحلة عن طريق تيم كامل متكامل هو كان داعم لإلي في هذا الشغل. نعم، شو هي أهم الخدمات اللي عم بتقدموها عندكم هون؟ إحنا كماركتينج سوليوشن بنشتغل في طريقة إدارة التسويق بشكل عام للمنظمة أو للأورجانيزيشن كاملة، من ماركتينج استراتيجي بنحطها للأورجانيز، وبنقوم في تخفيف هذا المجال أو هذا الديبارتمنت على الشركة بشكل عام اللي إحنا بنشتغل معها، من وضع استراتيجية كاملة متكاملة في الماركتينج ووضع خطة تسويقية بعد الخطة الاستراتيجية اللي إحنا بنحطها لنجاح هاي المنظمة. في عدة قنوات ممكن إحنا نشتغل عليها بعد هذه الاستراتيجية لنجاح المنظمة، من ناحية شهرة، من ناحية زيادة مبيعات، من ناحية إعلانات بطريقة تكون خارج نطاق الصندوق أو بسموها out of the box، واللجوء لهذه الشانلز ومواكبة التكنولوجيا اللي عم بتصير في العصر اللي احنا فيه. زي ما زمان كنا نحط خطة لمدة 6 شهور ولمدة سنة ولمدة سنة ونص حسب العمل اللي احنا بنقوم عليه، ولكن هلأ بحكم الأوضاع اللي عم بتصير عالميا صارت الخطة شبه يومية وشبه أسبوعية، فلازم احنا نغير هذا الاشي يوميا. فكان هلأ الشغل تبعنا متطور يومي حسب الوضع الاقتصادي والوضع السياسي اللي هو حوالينا وبكون حوالينا. شو اللي عم بيميزكم عن الشركات الثانية؟ اللي عم بيميزنا عن الشركات الثانية جودة العمل اللي احنا بنقدمه، ومتابعة العمل والسيرفيس اللي احنا بنقدمه، والفولو أب اللي احنا بنقدمه للكلاينتس، وطريقة المتابعة لنجاحه. بنضع نفسنا انه احنا محل الكلاينتس، والكلاينت هذا نجاحه من نجاحنا، فمنحاول في قدر الإمكان إحنا نوصل لمرحلة إنه نوصل هذا الكلاينت أو الأورجانيز اللي إحنا بنشتغلها في هاي الاستراتيجي لنجاح هو مستغني عن ديبارتمنت عنه ولجأ لإنه للشركة لحتى نضع الحلول المناسبة لهاي النجاح بغض النظر عن المفهوم اللي هو بيشتغل عليه. ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ بصراحة حابب أكون في هذه الشركة متميز في الخدمات اللي إحنا بنقدمها لنجاح الأورجانيز اللي إحنا بنشتغل عليها، بتوفير الوسائل للجينيريشن الجديد المنتج، ووضع الفرص المناسبة لإله لحتى يوصلنا لهذه المرحلة. زي ما بنعرف كلياتنا لازم يكون في تعاون مشترك واقتصاد مشترك بين الجميع حتى نوصل للهدف اللي احنا بدنا نوصله. هدفنا اليوم انه احنا ننمي جينيريشن جديد قادر على انه يعطي اللي عنده، بس بيحتاج لهاي الفرص انها تتهيأ له، ونتمنى في هذا الاشي انه يكون في عنا دعم من الحكومات ودعم من الدوائر اللي خاصة في هذا القطاع، القطاع الاقتصادي والقطاع التكنولوجي وقطاع الماركتينج بشكل عام. نعم، بس اصلا شو هي المشاكل والمعوقات اللي انتم عم بتواجهوها بهذا القطاع؟ المشاكل اللي بنواجهها قاعدين في هذا القطاع اللي هي في شركات الماركتينج بشكل عام، تقديم الخدمات والاستدامة في هذه الشركات. الكلاينت بحاجة لتقديم احتياجاته للوصول إلى نجاحه، وللأسف إحنا عم نواجه إنه شركة ماركتينج سوليوشن أغلبية العالم أو أغلبية المجتمع بيعرف إنها هي عبارة عن سوشيال ميديا، ولكن هي مش سوشيال ميديا، هي ماركتينج عالم كبير وموسع وإله عدة شانلز وإله عدة اتجاهات. وضع الماركتينج بشكل استراتيجي وبعد هذه الخطوة تضع الخطة التسويقية لنجاح هذا العمل محتاج فولو أب ومحتاج متابعة للوصول للهدف أو للوصول للنجاح. المتابعة للكلاينت والمصداقية معه وتقديم الخدمة المناسبة له مش إشي سهل إنه العميل إنه يقدر يتقبله أو يقدر يوصل لهذا الإشي معه. المنافسة الموجودة في السوق هي منافسة نزيهة ومنافسة شريفة ما لا شك فيها، ولكن عدم العمل على هذا الشيء في طريقة علمية بحتة للأسف هي بتعمل عوائق كثيرة لعدم المصداقية مع الكلاينت وتنقل الكلاينت من شركة لشركة.
الكلاينت بشكل عام بحاول انه يوصل لهدف هو بده اياه، بس لما يقعد يدخل مع شركة ويفهم انه هاي الشركة ما بتقدم له احتياجاته، بحاول قدر الامكان انه يستغني عن شركات الماركتينج ويفتح له ديبارتمنت خاص فيه بالشركة. نعم. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ كل الشكر والاحترام لجلالة سيدنا في الدعم اللي هو بيقدمه للشباب وللجنيريشن الجديد، والقوة اللي بيخلينا ناخدها منه الإيجابية للتقدم والوصول إلى الأهداف اللي إحنا بدنا إياها من قوة معنوية أو قوة مادية أو قوة اقتصادية. بصراحة أنا ما عندي أي متطلبات ولا عندي أي شيء، اللي أنا موجود وشايفه هون جدا رائع، ومحتاج بس مثابرة وصبر. وما يقدر الواحد يقول إنه ما في شيء مستحيل، كل ما في شيء مستحيل، الواحد بس يواكب الأمور اللي هي ماشية قدامه وبوصل لنجاح إن شاء الله. إن شاء الله. بس أنت أكيد في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بشكر في البداية عائلتي اللي هي وقفت معي وقفة معنوية قوية، وبشكر بشكل خاص مياسة اللي أنا سميت الشركة على اسمها، اللي هي أعطتني الدافع لأدخل في هذا المجال، وهي صاحبة الخبرة في هذا الشيء. قوة طموحها مع قوة طموحي أنتجت إنتاجية جدا رائعة. وحابب أشكر كمان بشكل خاص صديق لإلي، داعم لإلي في قوة كمان في بحكم غربتي اللي كنت أنا مش موجود فيها، سيد صقر الطراونة، ما قصر بصراحة معاي، وهو لحد هذه اللحظة داعم لإلي في هذا المجال وفي هذا الشغل. وبحب أضيف على رسالة الشكر اللي أنا شكرت فيها اللي دعموا لإلي، المهندسة فاتن الجبوري صاحبة شركة FJ اللي كان إلها لمسات في الديزاين اللي عملت لي إياه في الشركة، وكان إله لمسة كتير قوية في نجاحي كمان. شكراً لإلها كتير. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر، وين موقعكم بعمان وطرق التواصل معكم؟ إحنا موقعنا في شارع مكة بناية زياد الشرعان، الطابق الثاني والثالث موجودين إحنا فيهم. في عنا الويب سايت موجود والبروفايل موجود على الموقع الإلكتروني، وأرقام تليفوناتنا موجودة هناك. شكراً لك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا كلك سوا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن أشكر السيد تامر الخواجة على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. أهلا وسهلا فيكم.